السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنة تانية؟ عاملين ايه؟ انا تسنيم جمال من الفرقة الخامسة. ان شاء الله هشرح لكم المحاضرة التانية في موديول النيوتريشن. محاضرة النهاردة بسيطة وسهلة جدا، ومن المحاضرات البسيطة في الموديول عموما، مش في الفسيولوجي بس. وانتوا نفسكم اللي هتقولوا كده بعد ما نخلص الفيديو ده ان شاء الله، وهنحل اسئلة في الاخر. هتلاقوا الموضوع يعني سهل ان شاء الله. طيب محاضرة النهاردة بعنوان ايه بقى عشان ما نطولش؟ محاضرة النهاردة بعنوان functions of salivary glands والmastication والswallowing، يعني وظائف salivary glands اللي هي الغدد اللعابية، والmastication اللي هي عملية المضغ او chewing اللي هي ايه المضغ، والswallowing اللي هي ايه البلع. دول الثلاث موضوعات اللي احنا هنتكلم عليهم النهاردة في ايه في محاضرتنا، ماشي؟ طيب قبل ما نبدأ بقى ندخل في الموضوع، احنا عايزين الاول استأذنكم ندعي لزمايلنا، ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويدخلهم فسيح جناته. اللهم لا تحرمنا اجرهم، اللهم لا تفتنا بعدهم، اللهم اغفر لنا ولهم وجميع موتى المسلمين. طيب نيجي بقى للموضوع المحاضرة بتاعتنا. ايه هي الاوبجكتيفز او الحاجات الاهداف في المحاضرة دي؟ طيب ممكن المحاضرة دي نلخصها في جملة، اللي هي في جملة واحدة او في عبارة واحدة، اللي هي ايه؟ اللي هي رحلة الطعام من اول ما يدخل الفم لحد ما يوصل للمعدة. من اول ما يدخل الفم، من اول انا قاعد باكل دلوقتي، من اول ما دخلت الاكل ده الفم لحد ما يوصل للمعدة، ايه الخطأ، ايه المراحل اللي هيمر بيها، وايه التغيرات اللي هتحصل فيه. ده اللي احنا المفروض نعرفه ايه في محاضرة النهاردة. يبقى في الاول احنا هنتكلم على جزء افراز اللعاب. المفروض ان الاكل اول ما يدخل الفم يبدا افراز ايه اللعاب. هنتكلم على اول حاجه على الكومبوزيشن اوف السلايفا، اللي هو ايه اللعاب دوت بيتكون من ايه. تاني حاجه الميكانيزم اوف سليفري سيكريشن، يعني ازاي السلايفا دي اصلا بتتفرز، اللي بيخليها تطلع. تالت حاجه اللي هي الفانكشن اوف السلايفا، يعني اهميه السلايفا دي ايه اللعاب. ورابع حاجه اللي هي ازاي بقى بنتحكم في السليفري سيكريشن ده، سواء بنزوده او بنقلله. يبقى كده الاول خطوه اللي هي عمليه ايه السلايفيشن او افراز ايه اللعاب، ودي اكبر جزء في المحاضره. بعد كده هنتكلم كلمتين كده على عمليه المضغ بقى. انا المفروض ان انا دخلت الاكل واتفرز عليه اللعاب، نبدا نمضغه بقى، اللي هو ايه عمليه التشيوينج او الماستيكيشن. طيب ايه الميكانيزم بتاعتها وازاي بتحصل وكده. بعد كده اخر حاجه البلع بقى. الاكل ما دغناه خلاص، عايزين نبلعه بقى، اللي هي مراحل ايه السوالوينج او البلع. يبقى كده دي عرفنا اهداف المحاضره، وعرفنا باختصار كده متوقعين نعرف ايه في الايه في المحاضره دي، ماشي. نيجي لاول حاجه بقى خالص، اللي هي عمليه الايه السلايفيشن او افراز اللعاب ده. بيقول لك ان اللعاب اصلا بيفرز من غدد اسمها السليفري جلانس. طيب السليفري جلانس دي الغدد اللعابيه كام واحده ولا بيجوا منين؟ اول حاجه اللي عندنا ثلاثه ميجور سليفري جلانس، اللي هي الباروتيد والسبمانديبولر والسابلينجوال. الباروتيد اللي هي الجوار اذنيه او الغده النكافيه، وتاني حاجه السبمانديبولر يعني تحت المندبل اللي هي دي، والسابلينجوال يعني تحت اللسان. دول ثلاثه، يعني في ثلاثه على ثلاثه بيرد، يعني ثلاث ازواج من الغدد اللي هي اللعابيه دي. يعني في غده نكافيه على اليمين وفي على الشمال، في سبمانديبولر على اليمين وعلى الشمال، والسابلينجوال على اليمين وعلى الشمال، ماشي. يبقى كده الثلاثه دول اسمهم ثلاثه ايه ميجور سليفري جلانس. طيب هل دول بس اللي موجودين بيفرزوا لعاب؟ لا، قال لك في الاورال كافيتي كده، في الفلور اوف ذا ماوس، يعني في ارضيه البق كده، في بيقول لك ماينور سليفري جلانس. الماينور دول يعني ايه؟ يعني بيكون في غدد صغيره كده يكاد يكون ملهاش دكت، بتبدا موجوده في ارضيه الماوس، برضو دي بتبدا تطلع ايه سلايفا. طيب يبقى كده عرفنا ان السلايفا دي بتيجي من الباروتيد والسبمانديبولر والسابلينجول، ودول بيرد، يعني في دول كل واحده منها في منها اتنين، ودول الثلاثه دول اسمهم الميجور سليفري جلانس. في اللي هي البكال سليفري جلانس، دي ماينور سليفري جلانس، يعني جلانس كده متنطوره في ارضيه الفم وبتبدا تفرز ايه اللعاب، وعشان هم صغيرين وسكاترد يعني متنطورين كده، دول اسمهم ايه الماينور جلانس. طيب كده عرفنا كاناتومي اللعاب ده جاي منين. طيب نبدا نعرف برضو على مستوى الهيستولوجي او على مستوى التيشو بتاع الجلاند نفسه، ايه اللعاب ده برضو بيجي منين. اي جلاند، انتوا طبعا الكلام ده انا بس بقول يعني كلمتين كده هيفيدوني في محاضرتي، لكن الكلام ده هيتشرح بالتفصيل في الهيستولوجي او في الاناتومي، ماشي، واعتقد ان انتوا ايه هتلاقونه عارفينه اصلا. طيب اي جلاند بتبقى عباره عن اسيناي. الاسيناي دي هي اللي بيبدا فيها اللي هي تكوين الافراز بتاع اي غده، مش في السلايفا بس. الاسيناي دي بتبقى جواها سيلز، والسيلز دي هي اللي بتطلع الايه السكريشنز، وبعد كده السكريشنز دي تتجمع وتمشي ايه في دكت. الدكت دي بقى هتفتح في ايه في الاورال كافيتي وتطلع منها ايه السلايف.
طيب قال لك ان الاسيناي بتاعت السليفري جلانس ديت فيها نوعين من الخلايا، في نوع اسمه سيرس سيلز، نوع اسمه السيرس سيلز اللي هي باللون الازرق دي، ونوع تاني اسمه ميوكس سيلز اللي هي بالاصفر دي. طيب ايه الفرق بينهم؟ السيرس سيلز، كلمه سيرس وميوكس برضو في الطب عموما مش في المحاضره بس، سيرس يعني حاجه فلويد، حاجه زي الميه، حاجه خفيفه قوي ماشي. فبالتالي السلايفا اللي هتطلع من السيرس سيلز دي مع استنتج ان هي سلايفا دي ووتري شبه الميه، سلايفا خفيفه قوي كانها بس ايه ميه وفيها شويه حاجات ماشي. انما الميوكس، ميوكس دي معناها حاجه ثيك، مخاطيه، حاجه تقيله. فبالتالي السلايفا اللي هتخرج من الميوكس سيلز دي سلايفا فيري ثيك وفيسد وتخينه ومليانه ايه ميوكس او ميوسين يعني ماشي. واللي سواء دي او دي بيتجمعوا فينا وينزلوا في الدكت ويخرجوا ايه في الاورال كافيتي ماشي كده. على مستوى ايه الهيستولوجي بتاعنا في الايه في الـ في السليفري جلانس. طيب بيقول لك بقى احنا عاوزين نقارن بين الجلانس اللي احنا قلناها دي اللي هي البروتيد والسب مانديبولار والسب لينجوال والبكر، مين فيهم اللي هي اكبر واحده بتطلع ايه سالايفيشن؟ قال لك اكبر واحده هي السب مانديبولار اللي هي دي. السب مانديبولار دي بتطلع 70% من السكريشنز بتاعه السلايفا، تليها تاني واحده بالظبط البروتيد دي بتطلع ايه 20%. طيب فاضل لي كده 70 20 30، فاضل لي 10%. السابلينجوال هتاخد 5 والبكل هتاخد 5، يعني بتطلع 5%، والبكل اللي هما بتنطورين في ارضيه الفم ديت هيطلعوا ايه 5 برضه. يبقى كده اكبر جلاند بتطلع سلايفا هي الساب مانديبولار سليفري جلاند، بتطلع 70%. طيب لسه قايلين نوع السكريشن سواء سيرس او ميوكس، السيرس اللي هو الخفيف والميوسينس اللي هو الايه الثيك والتقيل. طيب المفروض يعني انا هسالكم سؤال كده وتردوا عليا، الباروتيد جلاند دي مش هي جنب الاذن اسمها اصلا بار اوتيك؟ يعني بار دي يعني جار، جار الدرق، جار الاذن، جار اذنيه. يبقى الغده الباروتيد دي اللي هي جنب جنب الودن، فبالتالي الضغط بتاعتها عشان تفتح في الفلور اوف ذا ماوس طويله قوي، شايفين الضغط دي كلها؟ فعشان الضغط دي يقدر يمشي فيها السلايفا من غير الضغط دي ما تتسد لانها رفيعه جدا، لازم يكون الفلويد اللي ماشي فيها سيرس، يعني يكون ايه سيرس بس، يعني يكون حاجه خفيفه شبه الميه عشان تبقى خفيفه وما تسدش الضغط دي. لكن لو ماشي فيها ميوسنس حته مخاط هتروح كل شويه الضغط هتتسد، كل شويه الضغط هتتسد ويحصل التهاب في الباروتيد كده. فبالتالي من حكمه ربنا ان هو خلق الباروتيد جلاند دي تطلع سيرس سلايفا اونلي. ليه؟ لانه قلنا الدكت بتاعتها طويله قوي من اول جنب الودن لحد ما تفتح في الاورال كافيتي، الدكت الطويله ديت عشان ما تتسدش لازم اللي ماشي فيها يكون حاجه ايه الكثافه بتاعتها قليله او تكون حاجه ايه سيرس ماشي. فبالتالي الباروتيد دي بتطلع سيرس سلايفا بس. طيب على عكس الكلام دوت البقل اللي هي فاتحه اصلا في الفلور اوف ذا ماوس، يعني يكاد يكون مفيش ضغط اصلا، فبالتالي دي هتطلع ميوسينس ايه اونلي، لان الميوسين ده هيطلع ويطلع في الاورال كافيتي على طول، مفيش بقى ضغط هتتسد ولا الكلام ده ماشي. فبالتالي البقل بيطلع ميوسينس ايه اونلي. طيب السب مانديبولار والسب لينجوال دول نص نص، فبالتالي دول هيطلعوا سيرس وميوسينس النوعين، نوع الايه السكريشنز بتاعتهم. يبقى كده عرفنا ان اكبر جلاند بتطلع اللي هي الايه السب مانديبولار، وبيطلع 70% من الايه السلايفا. طيب مين اللي بتطلع سيرس بس؟ قلنا الباروتيد. ليه؟ لان الدكت بتاعتها طويله قوي، فعشان ما تتسدش لازم يكون ايه السلايفا اللي ماشيه فيها دي تكون حاجه خفيفه ووتري. انما البقل دي بتكون اصلا هي فاتحه في ارضيه الفم، فبالتالي يكاد يكون ما فيش دكت اصلا السلايفا تمشي فيها، ما فيش حاجه هتتسد، فبتطلع ايه ميوسينس سلايفا اونلي. انما السب مانديبولار والسب لينجوال دول ايه الاثنين دول نص نص، بيطلعوا سيرس عادي وبيطلعوا ميوسينس ايه عادي ماشي. كده عرفنا نفرق بين ايه السكريشنز بتاعه ايه الجلانس. طيب نيجي بقى للسلايفا او موضوعنا اللي هو اللي هي سليفري سكريشن او اللعاب دوت بيتكون من ايه. بيقول لك عشان تعرف اي سكريشن في الجي اي سي لازم بتتكلم على الفوليوم، يعني حجم السكريشن ده، تتكلم على البي اتش بتاعته اللي هو الكالين اسيديك نيوترال كده، وتتكلم على الكومبوزيشن يعني يتكون من ايه. ده في اي سكريشن، عشان لما نروح المحاضره الجايه نتكلم على الجاستريك سكريشن بتاع المعده برضه هنقول الفوليوم وهنقول البي اتش وهنقول ايه الكومبوزيشن ان شاء الله زميلتي هتشرحها لكم. طيب دلوقتي نتكلم، نرجع بقى الايه الفوليوم بتاع السلايفا ده بيبقى ايه. بيقول لك من 1 لـ 2 لتر في اليوم، من 1 لـ 2 لتر في الايه في اليوم. فبالتالي دي كميه كبيره احنا مش بنحس بيها لانها بتتبلع، لان السلايفا دي كل ما تتفرز بتتبلع، لكن لو عملناها كولكشن يعني وحسبناها من 1 لـ 2 لتر في اليوم. طيب البي اتش بتاعتها من 6.7، يعني ناحيه نيوترال شويه، يعني عمرها ما تكون، المهم ان هي مش اسيدك، مش هايلي اسيدك، يعني هي انت هتقول هي اسيدك شويه، على فكره هي السلايفا اصلا مايله ناحيه الالكالين، يعني مايله ناحيه ان هي تكون ايه
الكولين، وهقول لكم ليه لما نيجي نوصل للايه للفانكشن بتاعتها. طيب لكن هي ايه مثلا ما تنفعش تبقى البي اتش بتاعتها مثلا 2 ولا 3 ولا الكلام ده، فيري هايلي اسيدك، فما ينفعش. البي اتش بتاعتها ناحيه النيوتران 6.7 من اي من 10، هي الدكتوره كاتباها كده في المحاضره، وان كانت ان هي تميل ناحيه ان هي تكون الكولين اكتر. طيب السلايفا دي بتتكون من ايه بقى الكومبوزيشن؟ قال لك اي سكريشن الميه بتمثل نسبه كبيره قوي منها، فبالتالي الووتر بتمثل 99.5%، يعني السلايفا اللعاب دوت هو انت احنا شايفينه ميه، فبالتالي الووتر 99.5%، والميه دي بقى دايب فيها شويه حاجات كده ايه سوليدز 0.5%. السوليدز دي بنقسمها لحاجات ان اورجانيك غير عضويه وحاجات ايه اورجانيك عضويه. الاورجانيك اللي هي المواد اللي متكونه في الجسم اللي هي زي التيالين اللي هو الادا انزيم اسمه اللي هو الالفا اميليز اللي بيهضم الكربوهيدرات له اسم تاني اللي هو التيالين البي دي سايلنت. ماشي. تاني حاجه الميوسين لسه قايلين ان هي في ميوسين سكريشن وسيرا سكريشن. طيب الاي جي اي ده اللي هو الاميونو جلوبولين اي، ودوت الانتي بودي اللي بيبقى موجود على اي ميوكس ممبرين مش هنا بس، ده الاي جي اي. مش احنا عارفين الانتي بوديز ماجد في كلمه ماجد، فهنا عندنا النوع بتاعنا اي جي اي. واللايزومز دي برضو حاجه في الايه في الاميونيتي في المناعه، يعني دي حاجات ايه عايمه في الميه دي. طيب تاني في حاجات ان اورجانيك اللي هي الايونات بقى زي صوديوم بوتاسيوم كلورايد والبايكارب، وهنتكلم على دول بقى بالتفصيل في تكوين ايه السلايفا. طيب عرفنا دلوقتي ان السلايفا، نركز مع بعض، السلايفا دي بتبقى من 1 لـ 2 لتر، البي اتش بتاعتها 6.7، بتتكون من ايه ميه 99.5% وشويه حاجات دايبه في الميه. شويه الحاجات دي حاجات اورجانيك وحاجات ان اورجانيك. الان اورجانيك اللي هي الايه الايونات صوديوم بوتاسيوم كلورايد بايكارب. الحاجات الاورجانيك اللي هي الانزيم زي التيالين الميوسين وحاجات للمناعه زي الاميونوجلوبولين اي واللايزوزومز. ماشي. نيجي بقى للميكانيزم اوف سليفري سيكريشن. هي الدكتوره حاطه الصوره بس وحاطه العنوان لكن هي مش شارحه، فانا عامله لكم سلايد كده للفهم، اي سلايد مكتوب عليها للفهم دي انا كاتباها لكم للي عاوز يقرا، لكن انت يعني للي عاوز يفهم او اللي عايز يكتفي بالداتا اللي انا عاملاها دي بس كفايه. ليه؟ لان الدكتوره حاطه السلايد دي عنوان وصوره، اكيد هي في المحاضره شرحت الميكانيزم، اكيد هي شرحت الفيرست ستيج والسكند ستيج دي، بس هم مش مكتوبين في الداتا. فلو حد عاوز عشان بس يسترجع المعلومات هي مكتوبين هنا في الايه في الداتا هي بتاعت نجاح اهي. طيب الميكانيزم بقى اوف سليفري سيكريشن بيقول لك عمليه تكوين السلايفا دي دي عمليه اكتف، يعني عمليه ايه بتحتاج اي تي بي او بتحتاج ايه طاقه. ماشي. كلمه اكتف يعني معناها كده. طيب بتحصل على مرحلتين تو ستيجز. احنا لسه قايلين في الهيستولوجي افتكروا معايا ان السليفري جلاند اي جلاند يعني فيها اسيناي اللي هي الاسيناس اللي هو كاتبها دي، والاسيناي دي متبطنه بسيلز سواء سيرس او ميوكس هي اللي هتطلع ايه السلايفا، وبعد كده عندنا السكريشن دي بتتجمع وتخرج في حاجه اسمها ايه الدكت. طيب بيقول لك ان في الاول ان السلايفا دي عشان تتكون بتمر بمرحلتين اللي هي الفيرست ستيج والسكند ستيج. الفيرست ستيج دي بتطلع لي سكريشن كده اسمها البرايمري سكريشن، يعني دي سكريشنز بتخرج هنا ايه دي البرايمري سكريشن. اما تمشي في الدكت هيبدا يحصل عليها شويه تعديلات او موديفيكيشن عشان يخرج لي من هنا السلايفا اللي انا عارفها بالكومبوزيشن اللي احنا لسه قايلينه من شويه. فبالتالي الفيرست ستيج دي بتحصل في الاسيناي. المفروض ان السكريشنز دي او المكونات السلايفا دي بتيجي منين؟ بتيجي من الدم. يعني هنا في جنب كل سليفري جلاند فيها ايه بلاد فيسل، البلاد فيسل ده الجلاند بتبدا تاخد منه الايونات والانزيمات والحاجات دي. فبالتالي دلوقتي انا عندي بلاد فيسل موجود جنب الجلاند، ده بلاد فيسل. البلاد فيسل ده بقى مليان الايونات الصوديوم والبوتاسيوم والكلورايد، وكمان موجود فيه انزيمز وموجود فيه الاميونوجلوبولين وموجود فيه كل حاجه. احنا بقى عاوزين الجلاند دي دلوقتي مطلوب منها تطلع سلايفا. فبالتالي اول حاجه في الاسيناي هتروح جايبه سحبه شويه حاجات اللي هي صوديوم كلورايد بوتاسيوم بايكارب الانزيمز، هتجمعهم ويكونوا تركيزهم مساوي لتركيز البلازما. يعني هنا ماشي ايه البلازما موجوده في ايه في الدم فيها الايونات دي بتركيز معين، مجرد ان انا بس سحبتها جوه الاسيناي وجمعتها هنا طلع لي حاجه اسمها البرايمري سكريشن. طيب البرايمري سكريشن ده عشان نطلع بقى بتركيزات السلايفا اللي احنا عارفينها لازم يحصل عليه شويه تعديلات او موديفيكيشن. الموديفيكيشن دي بتحصل في الدكت، اثناء مرور السكريشن دي في الدكت بيحصل عليها شويه ايه تعديلات. ماشي. يبقى البرايمري سكريشن ده بيكون بيقول لك ان هو كلمه ايزوتونيك. يعني ايه ايزوتونيك؟ يعني الايونات اللي فيه مساويه للايونات اللي موجوده في البلازما. ليه؟ لان مجرد ان سحبتها من هنا لهنا بنفس الايه التركيز. طيب التعديلات بقى انا مش عاوزه المفروض تركيز الايونات دي في السلايفا مش زي البلازما، ده انا بعمل تعديلات اثناء الايه السكند ستيج او اللي هي اثناء مرورها في ايه الدكت. طيب السكند ستيج ده تحت تاثير مين؟ هرمون اسمه الالدوستيرون. الالدوستيرون
ده بيبدأ يشتغل على السكريشنز دي ويعمل فيها شوية تعديلات. طيب الالدوستيرون ده بيعمل ايه؟ قالك الالدوستيرون ده بيعمل صوديوم ري ابزوربشن، يعني بيحب يدخل الصوديوم جوه الدم، ري ابزوربشن يعني في الدم، يعني هو معنى كده يعني هو عامل لك السهم اهوت ان الصوديوم خارج من الضغط. يعني هنا نخلي البلاد فيسل الناحيه دي، ده البلاد فيسل، وهنا الالدوستيرون جه يشتغل على المكان ده ماشي. فالالدوستيرون ده بيعمل صوديوم ري ابزوربشن وبوتاسيوم اكسكريشن، يعني هو بيحب الصوديوم قوي ما بيرمهوش في السلايفا، السلايفا دي تعتبر سكريشن هتترمي في الشارع، فبالتالي هو بيحب الصوديوم ده يحافظ عليه ما بيرمهوش، فبيعمل صوديوم ري ابزوربشن وبيعمل بوتاسيوم اكسكريشن. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي هلاقي ان السلايفا اللي ماشيه هنا دي في الضغط الصوديوم بتاعها قليل، وهلاقي البوتاسيوم بتاعها عالي ماشي، يبقى انا كده دخلت الصوديوم في الدم ورميت البوتاسيوم كده ايه بره في الايه في السلايفا. طيب الصوديوم ده هو داخل بياخد معاه مين؟ الكلورايد طبعا، يعني الاثنين دول بيمشوا مع بعض على طول، اللي هو الصوديوم وايه والكلورايد، والكلورايد ده عشان شحنه سالبه وانا دخلتها الدم بخرج بدلها شحنه تانية سالبه برضو عشان ما غيرش في الايونات اللي هي ايه البايكار. يبقى انا هلاحظ ان الصوديوم دخل والبوتاسيوم خرج، ده تحت تاثير مين؟ الالدوستيرون. وهنا ايه ده الدم ماشي، ده الدم، وادي دي السلايف اللي هتترمي في الشارع. الالدوستيرون بيحب الصوديوم فدخله الدم، وبيحبش البوتاسيوم خرجه في السلايف ماشي. الصوديوم ده وهو داخل هياخد معاه مين؟ الكلورايد، والكلورايد ده عشان هو شحنه سالبه دخلت الدم، فبالتالي لازم اخرج قصادها شحنه سالبه عشان ما اغيرش في ايه في البي اتش بتاعه الدم، فخرج بدلها الايه البايكارب ارميها في البلازما. يبقى انا دلوقتي هلاحظ عشان الحته دي مهمه ان السلايفا قليله، السلايفا اللي هو الحاجه اللي ماشيه هنا بقى قليله في الصوديوم والكلورايد. ليه قليله؟ لان هم دول اصلا مش يروحوا دخلوا في الدم، حصل لهم ري ابزوربشن. طيب وعاليه في مين السلايفا دي؟ عاليه في البوتاسيوم والبايكارب. ليه؟ لان هم اترموا ايه في السلايفا ماشي. يبقى كده ان شاء الله دي مفهومه. يبقى دلوقتي عمليه تكوين ايه السلايفا بتمر في فيرست ستيج، هنتكلم هنا الفيرست ستيج دي بتحصل فين؟ في الاسيناي. طب السكند ستيج دي بتحصل فين؟ في الدكت. طيب الفيرست ستيج دي بتكون البلازما بتبقى ايزوتونيك او بلازما لايك فلويد، يعني تركيز الايونات فيها مساوي لتركيزه في البلازما، يعني مفيش اي تغيير، مجرد ان احنا بس خرجنا شويه ايونات هنا وشويه ميه وشويه انزيمات. طيب التعديلات بقى هتيجي تحصل في السكند ستيج، مين اللي مسؤول عنها؟ اللي هو الالدوستيرون. الالدوستيرون ده هرمون بيطلع من السوبرارينال او الغده ايه الفوق الكلويه او الغده الكظريه. طيب الالدوستيرون ده بيعمل ايه؟ بيعمل صوديوم ري ابزوربشن وبوتاسيوم اكسكريشن، فبالتالي هيدخل الصوديوم في البلازما وهياخد معاه الكلورايد، فبالتالي هلاقي الصوديوم والكلورايد قليلين في السلايفا يبقى NaCl بور، وهلاقي كمان البايكارب والبوتاسيوم خرجوا في السلايفا، فبالتالي بوتاسيوم ريتش سلايفا وبايكارب ريتش ايه سلايفا ماشي. وبيقول لك كمان ان تركيز الايونات بقى هنا بعد ما عملنا امتصاص للحاجات دي، المفروض اكتر حاجه مسؤوله عن ان البلازما دي عن الفلويد اي فلويد يكون له تركيز، يعني تركيز الايونات فيه هو الصوديوم اكتر حاجه يعني، بس كل الايونات مؤثره. بس بيقول لك كلمه بس ان هايبوتونيك فلويد، يعني السلايفا دي هايبوتونيك، يعني تركيز الايونات فيها اقل من تركيز الايونات في البلازما. ليه؟ لان اكتر حاجه مسؤوله عن موضوع التونيسيتي ده او ان يكون الحاجه الفلويد ده بيسحب ميه ولا لا هو الصوديوم، والصوديوم ده انا دخلته عملت له ري ابزوربشن، فبالتالي البلازما هنا بتكون ايه هايبوتونيك، عشان ده بس كلمه ايه هايبوتونيك ان وهي ماشيه في الضغط، لكن وهي ماشيه هنا دي ايزوتونيك، ايزو يعني مساوي ماشي، يعني تركيز الايونات هنا قلنا قد تركيز الايونات في البلازما، فدي بقى دي ايزوتونيك. انما هنا عملنا شويه ري ابزوربشن للصوديوم وخرجنا بوتاسيوم، بس قلنا تاثير الصوديوم اعلى، فبقى الحته دي اسمها هايبوتونيك ماشي. هي الدكتوره بقى ايه عامله جدول، او الاول قبل الجدول نقول الحاجات تركيز الايونات دي الاول واحنا لسه فاكرين. بيقول لك التعديلات بقى اللي حصلت في الضغط ديت تحت تاثير الهرمون اللي هو الالدوستيرون دوت، بيقول لك في حاله الراحه او في حاله الريستنج يعني في الطبيعي، يعني بيقول لك ان السلايفا بتبقى بايه الكالين، وبتبقى قلت لكم الكالين وقلت هقول لكم ليه برضو في الفانكشن، وبتبقى هايبوتونيك. ليه هايبوتونيك؟ قلنا لان المسؤول عن التونيسيتي اكتر حاجه هو الصوديوم، والصوديوم ده حصل له ري ابزوربشن، يعني خرج من الدكت بتاعه الجلاند ودخل في الدم، فبالتالي بقت الدكت اللي في الجلاند السلايفا اللي في الدكت ديت
بقى تركيز الصوديوم فيها قليل اقل من البلازما، فبالتالي بقت اسمها هايبوتونيك. وبيقول لك بيبقى ايه الارقام ديت الدكتور عامله عليها احمر كده فشكلها مهمه. فالمهم ان احنا قلنا الصوديوم الكلورايد دول هيدخلوا الدم يحصل لهم صوديوم ري ابزوربشن وياخد معاه الكلورايد ماشي. فيبقى تركيز الصوديوم سبع تركيزه في البلازما والكلورايد عشر تركيزه في الايه في البلازما. يعني الصوديوم 1/7 من تركيزه في البلازما والكلورايد 1/10. طيب وقلنا البوتاسيوم والبيكارب دول هيخرجوا من الدم ويروحوا في الايه ويخرجوا في السكريشنز اللي هي السلايف، اللي هو يبقى عندنا البوتاسيوم والبيكارب تركيزهم اعلى في الايه في السلايف. فبالتالي البوتاسيوم تركيزه 7 مرات ضعف البلازما والبيكارب تركيزه برضو 3 مرات ضعف الايه السلايف. يبقى الارقام هنا شكلها مهمه. احنا قلنا نرجع للرسمه تاني، الرسمه اكتر حاجه بتفكر الواحد. احنا قلنا هنا التركيزات متساويه، الحته دي ايزوتونيك اللي هي الفيرست ايه ستيج، ودي بتحصل في الاسينوي، دي اصلا ايه مالناش دعوه بيها، احنا بنتكلم كل الهيصه دي في الايه في السكند ستيج اللي هو مين اللي بيعملها التعديلات دي اللي هو الالدوستيرون، فبيخلي البلازما هايبوتونيك. ليه؟ لان الالدوستيرون بيعمل بيدخل الان اي سي ال يدخله الدم، فبالتالي تركيز الصوديوم 1/7 من تركيزه في البلازما، تركيز الكلورايد 1/10 من تركيزه في البلازما. ماشي، نيجي دلوقتي يبقى احنا عندنا ال NaCl قليل هنا، NaCl بور ماشي. نيجي بقى للايه البوتاسيوم والبيكارب، البوتاسيوم دوت خرج في السلايفا والبيكارب كمان راحت معاه. البوتاسيوم 7 مرات يعني تركيزه هنا 7 مرات ضعف الدم، والبيكارب تركيزه 3 مرات ضعف الايه الدم. الارقام كلها 3 و7 و10 فما تلخبطش. بس المهم اهم حاجه نعرف مين الكتير فين، يعني اعرف ان الاي ان اي سي ال قليلين في السلايف والبوتاسيوم والبيكارب عاليين في السلايف اعلى من البلازما ماشي. طيب يبقى كده الحته اللي في الدكس دي السلايفا دي بتبقى هايبوتونيك، تركيز الايونات فيها انا اسفه لو في وش في الصوت، بس احنا جنبنا مدرسه وجنبنا طريق سريع فهيصه يعني، بس ان شاء الله تكونوا سامعيني، انا بحاول اعلي صوتي على قد ما اقدر يعني. طيب بصوا يبقى اندر ريستنج كونديشن السلايفا بتبقى ايه هايبوتونيك. طيب في حاله الماكسيمم سكريشن برضو بيقول لك السلايفا الثانيه هايبوتونيك. كلمه الماكسيمم سكريشن دي كانت مشروحه في الداتا القديمه بس هي اتشالت من عليكم. الماكسيمم سكريشن يعني السلايفا دي جاي لها اشاره عصبيه ان هي تفرز بكميه كبيره قوي، فالافرازات الكتير قوي ديت بتاثر على جوده الحاجه. يعني انا مثلا السليفري جلاند دي المخ بيقول لها انت طلعي بدل ما تطلعي 1 أو 2 لتر النهارده انت هتطلعي لنا 5 لتر، فبالتالي تركيز الايونات في ال5 لتر دوت هتبدا تكونهم بسرعه قوي، فبالتالي هيكون تركيز الايونات متغير عن الايه عن الطبيعي. بس لسه بيقول لك ستيل هايبوتونيك، عشان كده قال لك ما زالت تركيز الايونات فيها اقل من البلازما، ولكن السلايفا بيبقى تركيز الايونات فيها متغير. انا مش هدخلكم في الحته دي خالص لانها هتلخبطكم. فالمهم بيقول لك ايه السلايفا برضو حتى لو احنا سرعنا الريت اوف سكريشن يعني خليناها تطلع السليفري جلاند دي تطلع كميه اكتر من الطبيعي او بمعدل اكتر من الطبيعي، برضو السلايفا هتنيها هايبوتونيك ماشي. دي معلومه بس ايه نكون عارفينها وخلاص، لكن مش علينا شرحها ماشي. كده بقى ايه اتكلمنا عن لحد دلوقتي على اول نقطتين في اهداف المحاضره، اتكلمنا على السليفري جلاند ديت اتكلمنا على كومبوزيشن اوف سلايفا، واتكلمنا على ازاي السلايفا ايه اللي هي الميكانيزم اوف سكريشن ماشي. انا عارفه ان انا طولت عليكم في حته السلايفا دي، بس هي دي اكبر جزء في المحاضره اصلا، فلو عديناه احنا خلاص يعتبر هيبقى فاضل لنا حاجه بسيطه قوي، احنا اصلا قربنا نخلصه يعني. بصوا ركزوا معايا بقى، اللي بيقول لك ايه الفاكتورز اللي بتاثر على الايون كومبوزيشن اوف سلايفا. يعني احنا عاملين نقول ايونات الالدوستيرون ده بيجي يشتغل ويعمل صوديوم ري ابزوربشن، والصوديوم ياخد الكلورايد ويدخله الدم، فبالتالي ال ان اي سي ال قليل في الايه في السلايفا، وبالتالي هيطلع البوتاسيوم والبيكارب. البوتاسيوم والبيكارب هيبقوا عاليين في الايه في السلايفا ماشي. يبقى كده ايه بقى ايه العوامل بقى اللي بتاثر على الهيصه دي، يعني ايه برضو اللي خلى ده يحصل. اول حاجه الريت اوف سليفري سكريشن، مش انا لسه قايله لكم اندر ماكسيمم كونديشن، يعني انا مثلا السلايفا دي السليفري جلاند دي بتطلع من 1-2 لتر في اليوم، انا قلت لها انت النهارده مطلوب منك تطلعي لنا 5 تحت اي تاثير بقى، فمعدل الريت اوف سليفري سكريشن ده الريت دوت هيبدا ايه يغير في تركيب الايه في تركيز الايونات. يعني هلاقيه مش هلاقي ان الصوديوم سبع البلازما ولا البوتاسيوم ولا الكلورايد مثلا 10 البلازما والبوتاسيوم اللي هي الارقام اللي احنا قلناها دي، لا مش هلاقيها بنفس الارقام دي بالظبط ماشي. فالريت اوف سليفري سكريشن بيبدا ياثر على ايه على طبيعه او على الايونيك كومبوزيشن، يعني تكوين السلايفا من الايه من الايونات.
طيب ثاني حاجه قايلينها لسه الاجستيرون هرمون، قلنا ده بيشتغل على الضغط اللي هو السكند في السكند ستيج، وده بيقول لك ان ده هرمون بيطلع من السوبرا رينال جلاند. وانا هسالكم بقى عشان اعرف مين اللي كان فاكر مصحصح، قلنا الاجستيرون ده بيعمل ايه؟ بيحب الصوديوم ولا ما بيحبوش؟ بيحبه، فبالتالي بيحافظ عليه، فبالتالي بيعمل صوديوم ري ابزوربشن، يعني بياخد الصوديوم ده من الصليف يقول له احنا مش هرميك في الشارع، احنا هندخلك الدم، احنا بنحافظ عليك، فيعمل صوديوم ري ابزوربشن، وبيعمل بوتاسيوم اكسكريشن، ما بيحبش البوتاسيوم بيرميه في الصليف عادي يترمي في الشارع عادي. فبيعمل يبقى انا لما اجي احسب صوديوم وعلى بوتاسيوم ريشيو، الصوديوم على بوتاسيوم ريشيو في الصليف، انا بتكلم فين؟ في الصليف مش في الدم، الصوديوم ده راح الدم اصلا، فبالتالي الصوديوم ده قليل في الصليف، والبوتاسيوم السلايفا دي قلنا ريتش في السلايفا في البوتاسيوم، السلايفا دي ريتش في البوتاسيوم، فبالتالي يبقى ده عالي، يبقى البسط قليل والمقام عالي، يبقى الريشيو دوت ايه؟ هيبقى ايه؟ قليل. ماشي؟ فعشان كده بيقول لك ان الالدوستيرون هرمون بيعمل صوديوم ري ابزوربشن وبوتاسيوم سكريشن، فبالتالي الصوديوم هيقل في السلايفا والبوتاسيوم هيعلى في السلايفا، فبالتالي لما احسب ريشيو هلاقي البسط قليل والمقام عالي، فبالتالي بيقلل الريشيو دوت يبقى ايه؟ قليل. ماشي؟ يبقى الصوديوم بوتاسيوم ريشيو بيبقى قليل في السلايفا. ماشي؟ ليه؟ عشان الالدوستيرون هو اللي عمل كده. ماشي؟ طيب يبقى كده دي الفاكتور او العوامل اللي بتؤثر على تكوين تركيز الايونات في السلايفا، اللي هو معدل افراز السلايفا دي اصلا بتخرج قد ايه في اليوم، والالدوستيرون هرمون. ماشي؟ طيب قال لك بقى المقارنه دي اللي موجوده في الداتا بقى، اللي هي الفيرست ستيج والسكند ستيج بتاعه السليفري سيكريشن. قلنا من قلنا الفيرست ستيج دي الاسيناي اهيت ودي الدكت. ماشي؟ دي الاسيناي ودي ايه؟ الدكت. الاسيناي دي بيحصل فيها البرايمري سكريشن بيحصل في الاسيناي، انما السكند ستيج بيبقى في الفاينل سكريشن او اللي هي السلايفا الحقيقيه بقى اللي هي بالتركيزات اللي عارفينها دي بتحصل في ايه؟ في الدكت. وقلنا مين اللي بيعمل كده؟ الالدوستيرون. ماشي؟ طيب التايب اوف سكريشن ده بيكون ايزوتونيك، قلنا بس مجرد بيحصل ترشيح للايونات والهرمونات والانزيمات والحاجات دي تخرج بس هنا وخلاص. ماشي؟ فبتبقى ايزوتونيك، تركيزها زي تركيز البلازما بالظبط، انما بقى الصوديوم اللي بيخرج والحاجات اللي بتحصل دي بتخلي البلازما بتخلي الايه السلايفا هايبوتونيك. طيب الموديفيكيشن دي بتحصل فين؟ بتحصل هنا في السكند ستيج، لكن هنا مفيش موديفيكيشن ولا حاجه. ماشي؟ يبقى كده عرفنا ثالث نقطه معانا اللي هي الميكانيزم اوف سليفري سيكريشن. نيجي بقى للفانكشن اوف سليفري سيكريشن، ودي رابع نقطه معانا في ايه؟ في السلايفا. طيب الفانكشن انا طبعا مقتبسه الاختصار دوت اللي هو الاي بي سي دي اي اف، ده من استاذي دكتور ناجي، مش تأليفي يعني، هو اللي كان عاملها بالاختصار الحلو ده. ماشي؟ بصوا احنا جمعنا الفانكشن، طبعا مش هيجي في الامتحان يقول لها سمع الفانكشن، بس كايه كبس سكيما بس ايه اعرف افتكر منها الكلام. اول حاجه وهي حاجات كلها بديهيه يعني، اول حاجه معانا بحرف الاي اللي هي ايد سبيتش، يعني بتساعد الكلام، يعني عمليه الكلام دي او الارتكيوليشن، كلمه ارتكيوليشن برضو معناها الكلام عشان لو جت في الام سي كيو، ارتكيوليشن معناها سبيتش. ماشي؟ فبتساعد ايه؟ الكلام، لان انا لو يعني واحد بيقول للتاني بيقول له انت نشفت ريقي، صح؟ نشفت ريقي دي يعني ايه؟ يعني مفيش صلايفه، مش قادره اتكلم، يعني مش قادره اتكلم بسبب ان الصلايفه نشفت، او فاهمين الحته دي اللي هو ايه؟ عشان كده الصلايفه بتساعد عمليه الايه؟ الكلام او الارتكيوليشن. ماشي؟ طيب لكن لو ريقي ناشف مش هحس لساني لزق كده، مش هعرف اتكلم، فاهمين؟ طيب تاني حاجه البافر. نيجي بقى للحته اللي انا قلت لكم بتاعه البي اتش دي، مش انا كنت قايله لكم ان السلايفا دي بتبقى الكالاين؟ الكالاين ليه؟ عشان البايكارب، البايكارب والميوسين دول بيخلوها ايه؟ الكالاين. يبقى البي اتش بتاع السلايفا الكالاين، ولو ان الدكتوره كاتباها في الداتا ان البي اتش 6.7، هي ناحيه مايله شويه ناحيه النيوترال والالكالاين وكده، بس السلايفا الكالاين عن كده برضو. ماشي؟ ليه هقول لكم دي معلومه لكم بس ايه، سيبكم يعني ما تحفظ يعني ايه، مش تسالوا فيها. بيقول لك ان يعني ايه حكمه ربنا انه يخلي السلايفا دي الكالاين؟ عارفين السنان بتاع البني ادمين دي جواها كالسيوم. ماشي؟ الكالسيوم دوت لما بيكون في وسط بيتاثر بالبي اتش، فبيقول لك ان الكالسيوم ده لما بيكون في وسط حمضي او اسيدك الكالسيوم ده بيبدا يدوب، فبالتالي لو انا بقي ده البي اتش بتاعته اسيدك، الكالسيوم اللي في سناني هيبدا يدوب، فسناني تبدا تتكسر وتقع وكده، صح؟ لكن من حكمه ربنا انه خلاها الكالاين، ليه؟ عشان الكالسيوم اللي في السنان ده ما يدوبش، فبالتالي نحافظ على ايه؟ على سناننا. دي بس ايه معلومه كده يعني. ماشي؟ كلمه بافر يعني بي اتش، واللي بيخلي السلايفا البي اتش بتاعها الكالاين اللي هو البيكارب وايه والميوسين. يبقى كده حرف ايه؟ البي. يبقى ايه وبي. نيجي بقى للسي. السي دي بتكونتين مواد بتحافظ على الاورال هايجين او نظافه الفم. ماشي؟ زي مين؟ زي اللايزوزايمز والاميونوجلوبولين ايه اللي هو الانتي بادي ايه، دول تبع الاميونيتي. بيقول لك كمان اللاكتوفيرين، اللاكتوفيرين ده حاجه بتمسك في الحديد، الايرن ده برده مهم في عمليه الاميونيتي وكده.
بيقول لك في بروتين اسمه لاكتوفيرين، ده بيمسك في الايرن وبيمنع ان البكتيريا يحصل لها اوفر جروث في الفم وكده. المهم بيكونتين مواد بتحافظ على ايه، الاورال هايجين. ماشي كده، حرف السي. الدي عندنا حاجتين بحرف الدي. اول حاجه دايليوتنج ميديم، لو انا اكلت حاجه حرقه او حاجه حادقه قوي السلايفا بتبدا تخرج عشان تعمل دايليوشن، تخفيف للاريتيشن ده. يعني لو انا اكلت بالذات لو اكلت حاجه حرقه يعني او ايريتنت بتبدا يحصل سلايفيشن. انت ما بتاكل حاجه حراقه اصلا بتلاقي السلايفا زادت، ليه؟ عشان تحاول تعمل تخفيف للماده الايريتنت دي. ماشي، يبقى دايليوتنج ميديم. تالت حاجه، خامس حاجه دايجستيف فانكشن بحرف الدي برضه، بتساعد على الهضم. هي الهضم احنا عارفين مينلي في الاستومك، بس برضه بيحصل جزء من الهضم بسبب الانزيمات اللي هي زي للكربوهيدرات، يعني اللي هي الالفا اميليز اللي هو لسه قايلكوا عليه اسمه تيالين، فاكرينه اللي انا لسه قايلاه في الكومبوزيشن اللي هو التيالين، وقلنا البي سايلنت ده هو اسمه الثاني اسمه الفا اميليز، وقلنا سليفري لان في واحد ثاني في البنكرياس برضه اسمه بنكرياتيك اميليز برضه. فالمهم ان هو بيطلع الانزيم ده بيهضم الكربوهيدرات. تاني حاجة اللينجوال لايبيز، برضو اللايبيز ده من اسمه بيهدم الليبت اللي هو الفات يعني. ماشي، بعد كده حرف الاي، الايتنج. انا بس قلت الاي عشان السكيما، لكن هو بتساعد عملية السوالوينج زي ما هناخد في اخر حاجة خالص في المحاضرة النهاردة، عملية البلع هنتكلم برضو فيها على حتة السلايفا دي، يبقى بتساعد الايه البلع. طيب بيزحلق الاكل يعني. طيب فاسيليتيت التيست، التيست اللي هي عملية الايه التذوق، بيخلي التيست بادز او اللي هي البرامج التذوق دي تبدا ايه تتذوق الاطعمة المختلفة وكده. فالمهم دي الفانكشنز جمعناها، قلت زي ما قلت لكم زي ما دكتور ناجي قال ان جمعناها في حروف A B C D E F، وقلنا في حاجتين بس بحرف الدي. ماشي، وعرفنا ايه كل حاجة فيهم. طيب كده عرفنا ايه السليفري سكريشن. ده بقى نيجي بقى للحتة دي مهمة، انا عارفه ان انتوا زهقتوا، بس هو احنا فاضل معانا عنوانين اتنين بس في السلايفا، وبعد كده عنوان اللي هو التشيونج وعنوان اللي هو السوالوينج، بس نبقى خلصنا. فايه ركزوا معايا، ولان الحته دي كمان ايه مهمه، والدكتور عامله عليها بتاعه كده دونت فورجيت وحاجات كده يعني ايه شكلها مهمه يعني. بصوا الاوتونوميك، وركزوا عشان انا جايبه فيها سؤال في الاخر برضو في اخر المحاضره. احنا دلوقتي عاوزين نعرف المفروض ان الجلاند دي عشان يحصل فيها تحكم السكريشن بتاعها سواء يزيد او يقل، يعني السكريشن بتاع اي جلاند لازم بيجي لها نيرف سبلاي. ماشي، النيرف سبلاي ده اللي رايح للجلاند ده بيكون نوع اوتونوميك. مش احنا عارفين ان النيرف سبلاي بيبقى سوماتيك واوتونوميك والكلام ده، المهم بيكون اوتوماتيك اوتونوميك. الاوتونوميك ده اللي هو بيتقسم الى باراسمباثيك والسمباثيك. ماشي، طيب نيجي الاول للسمباثيك عشان هو سهل شويه، وبعد كده ناخد الباراسمباثيك، وهوريكم على رسمه مش هتنسوا خالص. ماشي، نيجي الاول للسمباثيك سبلاي للسليفري جلاند. ايه السمباثيك اللي بيروح للسليفري جلاند؟ نفتكر كده نرجع لسنه اولى ان السمباثيك دوت عشان يطلع اصلا بيطلع منين؟ بيطلع من سوراكو لامبر. سوراكو لامبر يعني من الحاجات من الفرتبرا اللي هي بحرف التي وبحرف ال. ماشي، طيب المفروض ان احنا عندنا السباينال كورد ده بيكون شكله كده صح، وهنا شكل ايه بقى دوت كات سيكشن في الايه في السباينال كورد. انا بس بفكركم بحاجه عشان ما تنسوهاش، ده كات سكشن في السباينال كورد. قلنا بيبقى فيه عندنا جري ماتر والوايت ماتر. ماشي، عندنا بيبقى بقى ايه، عندنا الحته دي اسمها في انتيريور هورن سيل، انتيريور هورن سيل، وفي بوستيريور هورن سيل، وفي لاترال هورن سيل. اهي اللاترال هورن سيل دي بقى هي دي بتاعه الايه اللي بيطلع منها الاوتونوميك. الانتيريور هورن دي موتور، والبوستيريور هورن دي سنسوري، واللاترال هورن دي بتاعه الايه الاوتونوميك اللي هي لازم احفظها النهارده. يبقى انا كده عندي اي سمباثيك سبلاي يعني حاجه ده حاجه اوتونوميك هتطلع لي من اللاترال هورن سيل بتاعه السيجمنت اللي انا عاوز اقولها. هنا بقى في السلايفا احنا قلنا سوراكو لامبر، يبقى انهي حاجه حرف التي؟ بيقول لك بيطلع من تي 1 وتي 2. يبقى كده نرجع تاني، السمباثيك سبلاي بتاع السليفري جلاندز احنا قلنا السمباثيك ده بيطلع من انتيرور هورن ولا بوستيرور هورن ولا لاترال هورن؟ قلنا لاترال هورن، ليه؟ لان دي بتاعه الاوتونوميك سبلاي. طيب قلنا تي 1 ولا تي 2 ولا حرف ولا اللي بحرف الايه اللي سوراكو ولا لامبر؟ قلنا سوراكو. سوراكو انهي حاجه في سوراكو؟ تي 1 وتي 2 اللي هي الفيرست ثوراسيك سيجمنت والسكند ثوراسيك اي سيجمنت، يبقى ده الاوريجين. طيب قلنا اي نيرف طالع من السنتر او اللي هو من السنتر بتاعه اللي هو السباينال كورد بيروح يريح في حاجه اسمها الجانجليون. جانجليون دي بيعمل فيها الريلي، يريح فيها شويه وبعد كده يخرج منها ويروح للجلاند اللي احنا عايزينها. ماشي، الجانجليا هنا مهم ان انا اعرف اسمها. الجانجليا هنا بتاعت السمباثيك اللي هي السوبيريور سيرفايكال جانجليون، سوبيريور سيرفايكال جانجليون. يبقى نرجع تاني بقى على الرسمه. ايه الرسمه المعقده دي؟ هي موجوده في الداتا بس هي مش معقده ولا حاجه. بصوا ادي عندنا الجلاند اللي هي الباروتيد، ماشي، وعندنا الجلاند اللي هي السبمانديبولار والجلاند اللي هي السبلينجوال. انا هغير اللون الاخضر ده ثانيه بس.
ركزوا معايا، ادي الجلاند اللي هي الباروتيد وحاطينها لوحدها عشان هيختلفوا في الباراسمباثيك. ادي السابلينجوال وادي السبمانديبولار، كل جلاند جنبها البلاد فيسل بتاعها، الاحمر ده هو البلاد فيسل بتاعها لانه هيجيله كمان، هو كمان هيجيله سبلاي نيرف سبلاي. طيب يبقى كده ادي عندنا الباروتيد وعندنا السبمانديبولار والسابلينجوال. طيب دول بيجي لهم السبلاي منين؟ قلنا احنا بنتكلم دلوقتي في السمباثيك، السمباثيك دوت بيكون جاي من السباينال كورد سراكو لامبر. طيب انتيرور من منين؟ من اللاترال هورن سيل، من اللاترال هورن سيل بتاعت مين؟ بتاعت تي 1 وتي 2. هشيل بقى دي اهي، شايفين في الحته دي اهي تي 1، ما هو كاتب من تي 1 لتي 4 سبيشال تي 2. المهم هو من تي 1 في الداتا بتاعتنا، من تي 1 وتي 2 بيخرج الايه السمباثيك سبلاي بتاع تي 1 وتي 2 من لاترال هورن سيل، ويروح يعمل ريلي في، يخرج كده من السباينال كورد اهو، ده السباينال كورد، ده السباينال كورد، يخرج يروح ريلي في الجانجليا اللي هي السوبيريور سيرفايكال جانجليون، سوبيريور سيرفايكال جانجليون، وبعد كده يبدا يمشي 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 يروح للجلاند، يمشي 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 يروح للجلاند اهو، راح للباروتيد وراح للسبمانديبولار وراح للسبلينجوال وراح كمان للبلاد فيسل. يبقى هو الخط المينت جرين ده، ده رايح للبلاد فيسل، والخط اللي هو ازرق ولا كحلي ده، ده رايح للايه؟ للجلاند. دول بتوع مين؟ السمباثيك. ماشي. طيب احنا لسه قايلين ان الجلاند ديت جواها ميوسن سكريشن وسيرس ايه سكريشن، فبيقول لك ان تاثير السمباثيك ده بيكون مينلي على الميوكس. ليه؟ لان انا في حاله السمباثيك دي انا في حاله فايت اند فلايت، يعني انا بحاول اهرب او اجري او كده، فبالتالي السكريشن بتاع الصليفه ما ينفعش ان هي تكون وتري وتقعد الصليفه تخرج من بقي وتبقى الدنيا عايمه كده، صح؟ فلازم تكون الصليفه سيك وميوكويد، يعني ميوكس تكون تقيله عشان ما تقعدش بقى اشرق فيها وريل والكلام ده، فبالتالي ده هيشتغل على الميوسينس سيل، يخليها تطلع ايه؟ ميوسينس سلايف. ماشي. يبقى كده تاثير ايه؟ السمباثيك. طيب نيجي بقى للبلاد فيسل، ده تاثيره على الجلاند، نيجي تاثيره على البلاد فيسل. السمباثيك في اي بلاد فيسل بيعمل ايه؟ فازو كونستريكشن ولا دايليتيشن؟ بيعمل فازو كونستريكشن، ما عدا بس في في البرونكيال والحاجات بتاعه اللنج والحاجات بتاعه الكورونريز وكده. المهم احنا دلوقتي جنرالي السمباثيك بيعمل فازو كونستريكشن في البلاد فيسلز. ماشي. يبقى نيجي دلوقتي نرجع نراجع على الحته دي، السمباثيك سبلاي قلنا بيطلع منين؟ بيطلع من اللاترال هورن سيل بتاعه التي 1 وتي 2 ويروح يعمل ريلي في جانجليا اسمها السوبيريور سيرفايكال جانجليا، وبعد كده هيروح يغذي جلاند ويغذي البلاد فيسل. رحنا غذينا الجلاند، احنا دلوقتي في حاله هروب فايت وفلايت، فبالتالي السكريشن بتاعتي عاوزاها تكون سيك وتكون فيزل تقيله وتكون سمول فوليوم كميه قليله، فبالتالي بيكون شغله كله على الميوكاس سيلز. ماشي. وكمان بيشتغل على البلاد فيسل ويعمل فيها فازو كونستريكشن، بيضيق البلاد فيسل. طيب نرجع تاني كده، ايه السمباثيك بقى؟ ايه بقى سهله اهو، والرسمه بقت مفهومه صح؟ نيجي بقى للباراسمباثيك، اشرح لكم على الرسمه الاول. احنا عندنا بقى الباروتيد قسمناهم لمجموعتين، الباروتيد دي في كفه والسبمانديبولار والسبلينجوال دول في كفه، لان كل واحده فيهم بيجي لها سبلاي. قبل ما نبدا ان الباراسمباثيك هو الخطوط السوداء دي، الخطوط السوداء دي عشان ما يخشش معانا الخطوط الثانيه، والخطوط الزرقاء والمنت دي بتاعه السمباثيك. ماشي. عشان لو حد عاوز يقرا الرسمه مع نفسه. طيب نيجي قلنا الباروتيد لوحدها نعملها لوحدها، والسبلينجوال والسبمانديبولار نفس بعض نفس السبلاي يعني. طيب نيجي الاول للباروتيد، احنا قلنا الباروتيد، احنا اصلا الباراسمباثيك زمان برضو من زمان في سنه اولى، الباراسمباثيك دوت كان بيجي منين؟ بيجي من الكرينيا نيرفس اللي هو 1973 زائد كرينيو ساكرا. المهم مش مهم كرينيو ساكرا دي، احنا هناخد بس 7 و9 اللي هو النيرف السابع الفيشيال والنيرف التاسع اللي هو جلوتسو فارنجيال. ماشي. يبقى احنا هناخد 7 وهناخد 9، 7 ده هيعمل حاجه و9 ده هيعمل حاجه. ماشي. طيب كلمة باروتيد حرف البي دوت، مش هو كأنه 9 مقلوبة؟ كأنه 9 اللي هي بالحساب دي مقلوبة، فبالتالي النيرف اللي جاي له اللي هو النيرف التاسع ده، ده ده الباسوي اللي انا رسمه، ده الباسوي بتاع الباروتيد جلاند، ادي النيرف اللي هو التاسع ده، 9 بالايه؟ باللاتيني. ماشي. اللي هو طيب المفروض الباروتيد برضو اسمها بار اوتيك، يعني جار اذنيه، فبالتالي بتريلي في جانجلي اسمها الاوتيك جانجلي، يعني الجانجلي الاذنيه، اوتيك برضو يعني اذنيه. ماشي. فبالتالي يبقى كده الباروتيد سهله قوي، الباراسمباثيك بتاعها طالع منين؟ من انهي نيرف؟ من انهي كرينيال نيرف اللي هو رقم 9 اللي هو جلوسو فارنجيا، رايح عامل ريلي في جانجلي اللي هي اسمها ايه؟ اسمها اوتيك جانجلي. ليه؟ لان اذنيه والباروتيد اسمها الجار اذنيه. ماشي. يبقى كده ايه؟ بقت سهله. يبقى ده كده ايه؟ البارا سمباثيك بتاع ايه؟ الباروتيد. ماشي. نيجي بقى للايه؟ السبمانديبولار والسبلينجوال، دول نفس الفكره هما كمان شغال، بس هما دول بيجيلهم نفس السبلاي. ادي الخط اللي انا عاملاه ده
هو ده اللي هيروح للسب مانديبولار والسب لينجوال، ده الباراسمباثيك ايه بتاعهم. طيب ده جاي منين؟ من النيرف اللي هو السابع. السابع ده اللي هو مين؟ الفيشيال. الفيشيال ده كان بيدي برانشات كتير، موتور وسنسوري وحاجات. فالمهم الفيشيال بيطلع منه برانش اسمه الكوردا تيندناي، كوردا تيمباناي، كوردا تيمباناي اللي هو السي تي اللي هو كاتبينها دي اهو دي، ده اسم البرانش اللي طالع من الفيشيال. يبقى ده العصب اللي هو السابع طالع منه برانش اسمه الكوردا تيمباناي، ده رايح لغزي السب مانديبولار والسب لينجوال، بيروح في ريليف جانجليا اسمها برضو على نفس الاسم سب مانديبولار جانجليا. ماشي. يبقى كده عندنا العصب السابع رايح اللي هو طالع منه الكوردا تيمباناي، يبقى بيعمل ريليف في جانجليا هي السب مانديبولار، ويروح يغذي السب لينجوال والسب مانديبولار جلاندز باراسمباثات. يبقى نقرا بقى الكلام. عندنا السب مانديبولار والسب لينجوال دول من السابع، من العصب السابع اللي هو الكوردا تيمباناي، ودي يكون ده بيكون كرينيال نيرف، وبيروح السب مانديبولار جانجليون، وبعد كده يروح للايه؟ للجلاندز. بعد كده الباروتيد اللي هي شكل حرف التسعة المقلوبة، الحرف البي شبه التسعة، فبالتالي يبقى ده العصب التاسع، وبيروح للليف جانجليا اسمها الاوتيك جانجليا، عشان هي اسمها الباروتيد يعني جار اذنية، والاوتيك جانجليا هي الجانجليا الاذنية. ماشي. يبقى كده عرفنا ايه السبلاي بتاع الباراسمباثيك، دي كانت اصعب حته. ماشي، يا رب نكون حفظناها. طيب ده بيشتغل ايه؟ الباراسمباثيك ده وقت اللي هو ايه؟ ريست اند دايجست، يعني انا دلوقتي قاعده مريحه باكل بتفرج على التلفزيون، فبالتالي انا عادي السلايفا تكون، ده انا بالعكس انا محتاجه ان السلايفا تكون وتري عشان الاكل والكلام ده، فبالتالي بيشتغل على السيرا سيل ويطلع لارج فوليوم اوف سلايفا، وبيكون السلايفا دي ايه؟ وتري. عكس ده. طيب وبيعمل ايه على البلاد فيسل؟ برده العكس اللي هو فازو دايليتيشن، بيبدا بقى ايه؟ يعمل فازو دايليتيشن للفيسل عشان نعرف ناخد منها الايونات والحاجات اللي هنكون منها ايه؟ السلايفا. يبقى كده دي اصعب حته في المحاضره تقريبا، اللي هي الباراسمباثيك والسمباثيك ايه؟ سبلاي. وعلى الرسمه سهله قوي، اوعوا بقى تكونوا نمتوا، احنا في اخر حته في السلايفيشن اللي هو كنترول اوف سليفري سيكريشن. يعني ايه التحكم؟ يعني ايه الحاجات اللي بتتحكم في ايه؟ في السليفري سيكريشن دوت. بيقول لك ان التحكم في اي جسم اصلا يا اما نيرفس يا اما هرمونال، صح؟ ده احنا عارفينه في اي سيستم بقى من زمان، بس بيقول لك بقى ان عمليه السليفيشن دي عمليه سريعه جدا، مجرد ان انا احط الاكل في بقي مطلوب مني انه يطلع سلايف، فبالتالي العمليه دي سريعه، فانا محتاجه ان انا الكنترول بتاعي يكون نيرفس بس. الهرمونال ده بطيء قوي على ما يعني بيحتاج وقت، فبالتالي مش هينفع ان انا يكون الكنترول بتاعي هنا هرمونال، فبالتالي انما طب حد هيقول لي دلوقتي انا سامعاه بيقول لي طب ما انت لسه قايله ان الالدوستيرون ده هرمون وبيطلع من السوبر رينال وبيشتغل على السليفر جلاند. انا قلت ان الالدوستيرون ده بيعمل تعديل موديفيكيشن في السكند ستيج، يعني انا اصلا كان عندي فيرست ستيج قبلها بدات بيها افراز السلايفا، وبعد كده عدلت بقى في تركيزات الايونات دي بالالدوستيرون هرمون، ده تعديل. لكن ان انا اتحكم اصلا السلايفا دي تطلع ولا ما تطلعش، دي حاجه ايه؟ نيرفس، يعني حاجه جايه من الجهاز العصبي، يعني المخ هو اللي بيقول لنا، ولا الكورتكس بتاعت المخ، قشره المخ هي بتروح تقول للسليفر جلاندز طلعوا دلوقتي ده في اكل عندنا. ماشي. فبيقول لك قسمنا ماشي، يبقى دوت ايه؟ ريفلكس. موضوع السلايفيشن ده از ريفلكس. ريفلكس يعني ايه؟ يعني حاجه اشاره عصبيه بتيجي للسليفر جلاندز بتقول لها طلعي ايه؟ سيكريشن. وقلنا وراحوا قسموها بقى الموضوع دوت لان كونديشند ريفلكس وكونديشند ريفلكس. يعني ايه؟ يعني ايه unconditioned؟ يعني غير مقيد بظروف. condition يعني ظروف او ظرف او كده، غير مقيد بظرف معين. يعني ايه؟ يعني انا اول ما حطيت الاكل في بقي السلايفا اتفرزت لوحدها كده، جالها اشاره عصبيه من المخ للجلانس راحت طلعت سلايفا، دي unconditioned، ملهوش دعوه بنوع الاكل ولا بشكل الاكل ولا ريحه الاكل ولا المهم في الريسبتورز بتاعه البق اللي هي الكيمو ريسبتورز اللي هي حست بالاكل ديت هي اللي بعتت الاشاره العصبيه. ماشي. بيقول لك ده ان بورن، يعني انت مولود، يعني لو بيبي اصلا لسه مولود وحطيت في بقه اكل، يعني مش اكل يعني بريست ميلك، يعني هيبدا يعمل سلايفيشن. ده هو هل هو البيبي ده بيفهم واللي هو عارف ان ده اكل اصلا؟ لا، ده هو خلقه ربنا، هو ربنا ايه خلقه كده ايه زي فطره، يعني دي ايه حاجه ايه ان بورن نوت اكوايرد، يعني غير مكتسبه، هو الواحد ملوش يتحكم فيها. نو انتكت سيريبرال كورتكس، يعني هي مش محتاجه السيريبرال كورتكس دي في حاجه، الكورتكس دي هي المسؤوله عن ان انا احكم على الاشياء او ان انا اقدر الموقف كده واشوف هتصرف ازاي. هل الانكونديشند دوت محتاج اصلا تقدير للموقف؟ لا، ده انا مجرد بس الريسبتور حس ان في حاجه في بقه بدا يحصل سلايفيشن. ماشي. فبالتالي ده مش محتاجه ايه سيريبرال كورتكس ولا حاجه، بالدليل ان البيبي اللي لسه مولود ده الكورتكس بتاعته مبقاش ويل ديفلوبد، بتبقى لسه شويه، فبالتالي برضو حتى لما مامته تيجي ترضعه ولا حاجه هتلاقي فيه سلايفيشن عنده. ماشي. فده ايه الان كونديشن. طيب موضوع ايه بقى الكونديشن ريفلكس؟ قال لك دي تجربه عملوها، يعني واحد عملها، يعني كان مربي كلب وبتاع، فبيقول لك ان هو كان ملاحظ ان هو اول ما الاكل بيجي
وكان في يعني هو عمل التجربة دي عشان بس ايه يعرف حاجة معينة. بصوا هو كان عنده كلب، فالكلب ده بيجي يحط له اكل فبيسمع، فبيقوموا مشغلين جرس، في جرس بيشتغل في الوقت ده، فيلاقي الكلب بيعمل سلايفيشن. فهو قال لك ايه، احنا يبقى كده الكلب ده حصل عنده ارتباط بصوت الجرس مع الاكل، فحصل له سلايفيشن. فهو قعد بقى فتره طويله مثلا فتره معينه ان هو يعمل كل يضرب جرس قبل ما يجيب الاكل خالص، يعني لسه ما جابش الاكل اصلا، يعمل صوت جرس، الكلب يحصل له سلايفيشن ويقعد يطلع لعاب كده، عشان الكلب فهم وحصل عنده كونديشننج ربط بين صوت الجرس ده وان في اكل هيجي دلوقتي. ماشي. طيب راح الراجل دوت قعد يكرر الموضوع ده كذا يوم، يضرب الجرس والكلب يحصل له سلايفيشن وبعد كده يحط ايه الاكل، فالكلب ده حصل له ايه كونديشننج. ماشي. يبقى الموضوع ده ايه اكوايرد، مكتسب. ده هو الكلب يحتاج انه يفهم وقعد فتره من التدريب انه يعرف ان صوت الجرس ده مرتبط او مشروط، او مشروط كونديشن يعني مشروط بايه، الاكل مشروط بصوت الجرس. فبالتالي حتى لو انا ما جبتش الاكل وعملت صوت الجرس بس، الكلب هيحصل له سلايفيشن. يعني هو دي التجربه، هو قعد يضرب الجرس في وقت تاني، قعد بعد الفتره معينه قعد يضرب الجرس بس الكلب حصل له ايه سلايفيشن حتى لو الاكل مش هيجي. ماشي. فبالتالي الموضوع ده ايه اكوايرد، وبيحتاج انتك تسريبرال كورتكس، لان هي اللي بتبدا بقى تعمل ايه موضوع الريفلكس ده. هي بقى عاملينها في رسمه حلوه قوي، بيقول لك ان هي رسمه بادئه من هنا. ماشي. الرسمه بادئه ايه من هنا عشان ما تتلخبطوش في الاسهم. عندنا في بريشر ريسبتورز وكيمو ريسبتور. انا دلوقتي كلت حاجه، في حاجه في فوقي دلوقتي، الكيمو ريسبتور دي حست ان في اكل، والبريشر ريسبتور برضو الاكل ده عامل ضغط على الريسبتور. فالمهم بدون يعني unconditioned reflex، يعني لوحدي من غير اي حاجه خلقت ربنا كده، ان انا الريسبتورز ديت هتبعت اشاره للجلانس تقول لها طلعي. ملناش دعوه بقى بالكورتكس وملناش دعوه بالفوق ده كله، احنا بس حسينا ان في اكل، السليفر جلانس طلعت، الاوتونوميك نيرف اللي هو السيمباثيك والباراسيمباثيك اشتغلوا على الجلاند طلعت السلايف. ملناش دعوه بالهيصه دي كلها، ده انتوا شايفين اصلا السهم يعني ده مش متوصل باي حاجه، ده هو مجرد بس ايه البريشر ريسبتور بالاوتونوميك بالجلاند على طول، اوتونوميك راح يشتغل على الجلاند. ماشي. ده unconditioned، وقلنا ده ما بيحتاجش كورتكس ولا حاجه. طيب هنا دلوقتي طب ايه conditioned reflex بقى، بيقول لك other input. يعني انا يعني لو انا بيقول لك بقى conditioning ده عشان اطبقه في البشر، ان انا مثلا لو شميت ريحه اكل او سمعت صوت تحضير اكل يعني معالق والكلام ده، او مثلا فكرت في اكله بحبها او شفت اكل شكله حلو، الحاجات دي كلها بتستيميوليت السلايفيشن. يبقى دي اذر انبوت، ده مقصود بالانبوت ان انا سمعت او شميت او شفت او فكرت في اكل معين بحبه او مش بحبه او فكرت في اكل يعني. فالانبوت دوت بيشتغل على الكورتكس، يقول القشره المخيه، فبالتالي تبدا تبعت للسليفري سنتر اللي هو موجود في المظله، والسليفري سنتر ده هو اللي هيبعت للاوتونوميك ويشغل ايه عمليه ايه السلايفيشن. فبالتالي الموضوع ده كونديشن، ده ايه مشروط. ماشي. يبقى ايه الفرق بين الكونديشن والان كونديشن، هو تقريبا له تيتوريال على البتاع ده. اللي هو الان كونديشن ده مولود بيه ومش بيحتاج كورتكس، انما كونديشن سواء سمعت او شميت او شفت او ريح او شميت ريحه الاكل او كده، بيحصل عندي ارتباط شرطي لان انا شفت الحاجات دي قبل كده. يعني الاكله دي مثلا انا شفتها قبل كده، فما شميت ريحتها افتكرتها، فبالتالي الكورتكس بتاعتي بعتت اشاره ان ايه السلايفا. بتحصل معانا كتير، يعني الواحد يكون بيفكر في اكله حلوه ويبدا يحصل له سلايفيشن، يعني حاجه معروفه يعني اسمها كونديشند ايه ريفلكس. ماشي. كده خلصنا الحمد لله بالسلامه موضوع ايه السلايفيشن، اتكلمنا على الايه السليفري سيكريشن، اتكلمنا على بيتكون من ايه بيتكون من ايه اصلا الجلانس اللي بتكونه، واتكلمنا على الكومبوزيشن بتاعه، واتكلمنا على الميكانيزم، واتكلمنا على ايه الحاجات اللي بتؤثر على افراز السليفري سيكريشن. الجدول ده مهم موجود في الداتا، واتكلمنا على الفانكشن بتاعه السلايفا، والاوتونوميك سبلاي دي مهمه قوي، واتكلمنا على التحكم في السلايفيشن. طيب نيجي بقى خلصنا الحمد لله كده الاكل دلوقتي انا اكلت. احنا قلنا احنا اصلا الموضوع محاضره ماذا يحدث للاكل اول ما بحطه في بقي لحد ما يوصل للمعده، صح؟ انا دلوقتي حطيته في بقي حصل سلايفيشن. طيب تاني حاجه بقى هتحصل ان انا ابدا امضغ او اعمل ماستيكيشن او تشيوينج. بيقول لك عمليه الماستيكيشن دي برده اللي هي المضغ دي برضو هي كمان ريفليكس، يعني اصلا يعني هي ريفليكس من الجهاز ايه العصبي والعضلات وكده. طب اي ريفليكس المفروض بيبقى فيه مصل هي اللي هتشتغل وتعمل ايه الاكشن، صح؟ قصدي يعني موتور ريفليكس. يعني بصوا احنا عندنا مصل اوف ماستيكيشن، انتوا خدتوها في الاناتومي عارفينها اكتر مني، اللي هي المسيتر والتيمبوراليس
وفي الميديال واللاترال ايه تريجويد. المسلز ديت نيجي بقى للايه، هو اسمه ماسيفا الريفلكس لان دي اهم واحده فيهم، اللي هي شايفين رسمتها يعني، حتى رسمتها هتوضح حاجات كتير. المسل طالعه من الابر جو نازله ومحوطه كده اللور جو، تحسها شايلاه كده كانك معلق اللور جو في الماسيتر. الماسيتر دي علقه واحنا معلقين فيها اللور جو. ليه؟ لان الابر جو ده اصلا ثابت ما بيتحركش، اللي بيتحرك اثناء المضغ هو اللور جو، الفك السفلي هو ده اللي بيبدا يتحرك ويطلع وينزل واحنا بنتكلم واحنا بناكل والكلام ده، لكن الابر جو ده ما بيتحركش اصلا. ماشي. فبالتالي الماسيتر ده كانها علقه او استك، انا رابطه فيه اللور جو بالابر جو. فالمصل الماسيتر دي لو هي حصل لها ريلاكسيشن يعني ريحت شويه فهتطول، فيقوم ايه الجو الفك السفلي ده يسقط يقع، وبالتالي يحصل وبعد كده يحصل لها كونتراكشن فتقصر تطلع فوق، فيقوم الفك ده يطلع. فبالتالي فتح، ما هو المضغ ده عباره عن ايه، ان انا بفتح الفك السفلي بنزله واطلعه انزله واطلعه ورا بعض، لكن الفك العلوي احنا قلنا هو ايه ثابت. فبالتالي الفك السفلي ده هو اللي طالع نازل، ومين اللي محوطه اللي هي المصل اللي هي مين الماسيتر. طب الماسيتر ديت لما بتحصل لها كونتراكشن بتقصر فبتروح شد الفك السفلي ده لفوق. طب لما يحصل لها ريلاكسيشن بتطول، فلما تطول تطول شويه يقوم الفك ده يسقط شويه، فبالتالي عماله تطلع تنزل تطلع تنزل، الفك السفلي يطلع وينزل، فبالتالي الاكل بقى يتهرس بين الاسنان. ده باختصار ازاي بتتم عمليه الايه المضغ. فبيقول لك ان موضوع طبعا الماسيتر اللي بيتحكم بقى يخليها تطلع وتنزل وتقصر والكلام ده، ده نيرف يعني نيرف موتور. النيرف ده جاي لها هو المفروض هو ترايجيمنال الخامس، بس مش عليكم. المهم النيرف ده سبلاي ده بيروح السنتر بتاعه هو اللي علينا موجود في البونز. السؤال ده موجود في الداتا بتاع الدكتوره، الماستيكيشن سنتر ده موجود في ايه في البونز. البونز اللي هو جزء من البرين ستيم، جذع المخ ده عباره عن ميد برين وبونز ومضله وبعد كده السباينال كورد. البونز ده موجود فيه سنتر كده، ده اسمه الماستيكيشن سنتر، ده اللي بيطلع منه النيرف اللي هيروح يغذي مين الماسيتر ويخليها بقى تنقبض وتنبسط والحاجات اللي احنا لسه قايلينها دي. بيقول لك الاسنان الانسان دي مصممه عشان الايه المضغ، يعني الفك بس بيتحرك والاكل ما بيجي تحت السنان هي بتعمل له ايه تشيوينج او ماستيكيشن. طيب اللي بيقول لك ان موجود بولس اوف فود يعني حته اكله موجوده في البق، فبيقول لك بتعمل ريفلكس انهبيشن للمسل بتاع الماستيكيشن اللي هي الماسيتر. يعني دلوقتي في حته اكل انا دخلتها، ده اللور جو ده الابر جو ده اللور جو، في حته اكل دخلت دلوقتي هنا، فالمفروض ان احنا عاوزين نفتح الفك ده عشان نبدا بقى ننزل ونطلع والكلام ده. فبالتالي حطينا حته الاكل دي، فجه النيرف حته البولس دي عملت انهبيشن للمسل دي، انهبيشن يعني ريلاكسيشن، فالمسل ايه طولت، فبالتالي نزلت الفك السفلي ده لتحت، فبالتالي اللور جو دوت حصل له دروبنج يعني نزل ايه لتحت. فبعد كده لما اللور جو يحصل له دروبنج، المسل دي هي استريتشد دلوقتي كانك جبت استك وشده كده، تسيبه مره واحده يقصر، صح؟ هي نفس الفكره، انا جبت الماسيتر دي شداها عماله اشدها لتحت عماله اشدها لتحت، هيجي لها عند وقت معين وهتبدا يحصل ايه يحصل لها كونتراكشن تاني ريباوند. يبقى الاسترتش ريسبتور اللي موجوده في المسل اللي هي بتحس ان هي المسل دي بتتشد، هتبدا تعمل ايه ريباوند كونتراكشن، كانك بالظبط جبت استك ورحت شدته وبعدين سبته مره واحده بيقصر تاني، ده الريباوند ايه كونتراكشن. المسل دي لما تقصر تاني هتروح طالعه كده قافله قافله الفك السفلي تاني اوتوماتيكالي جو ريزد، فلما الفك ده يطلع تاني السفلي دوت يطلع هيقفل على السنان، والسنان دي بقى منها الاكل، فهتبدا تعمل ايه تقفل تضغط على الاكل يعني، ويطلع وينزل مره كذا مره ورا بعض، فيحصل عمليه الايه المضغ. ماشي. يبقى كده باختصار اللي حصل في التشيوينج ريفلكس، قلنا السنتر بتاعه فين او النيرفات اللي راحه واللي جايه دي بتريلي يعني السنتر مركزها فين، موجود في البونز عشان السؤال ده في الداتا. ماشي. والمسلز قلنا بتاعه المسلز اوف ماستيكيشن اهم حاجه فيهم الماسيتر، لان هي اللي محوطه اللور جوب يعني كويس يعني. ماشي. طيب كده خلصنا برضو المضغ، ادي اهوت دي رسمه حلوه قوي في الداتا برضو، ادي البولس بتاعه الاكله اهيت موجوده في الايه في البق، فعملت انهبيشن للمسل اللي هي الماسيتر دي الماسيتر، النيرف اللي طالع منها ده اللي رايح في ايه في البونز. ماشي. عملنا انهبيشن للمسل دي، فالمسل ده حصل لها ريلاكسيشن، فما حصل لها ريلاكسيشن طولت شويه، فما طولت شويه اللور جو ده سقط وقع شويه. ماشي. بعد كده المسل دي فيها ستريتش ريسبتور يعني حست ان هي اتشدت، فكره الاستك شدنيها، هيجي لها وقت معين ويحصل لها ريباوند كونتراكشن كانك سبت الاستك، يبدا يقصر تاني، فما تقصر تاني تروح رافعه الابر جو زي السهم كده رافعاه قافلاه تاني، وعمالين بقى نقفل ونفتح اللور جو والابر جو ثابت، فبالتالي الاكل ده بيتطحن او بيتمضغ بين الايه الاسنان. ماشي. وكمان بالذات ان الاسنان دي مصممه ان هي ايه او يعني ايه مصممه ان ربنا خلقها ان هي تعرف ايه تطحن الاكل وكده.
ماشي. طيب ايه فانكشن اوف ماستيكيشن؟ برضو دي سلايد للفهم، الدكتوره كاتبه العنوان في المحاضره بس هي مش شرحها، فاحنا بس عشان لو السؤال جالنا نعرف نقول ايه فيه مثلا. يعني بيقول لك ان دي حاجات بديهيات برضو. الفانكشن اوف ماستيكيشن بتساعد عمليه البلع ازاي؟ بيقول لك ان الـ بيخلي كتله الاكل ديت ان هي ايزي سوله وتتبلع بسهوله، دي حاجه اتمضغت فبقت ايه سهله البلع. تاني حاجه ان هي عمليه المضغه دي كمان بتستيموليت عمليه السلايفا، فبتخلي السلايفا تتفرز اكتر وتختلط بالاكل وايه برضو تسهل عمليه البلع. تاني حاجه بتقلل الميكانيكال دامج بتاع الجي اي تي، ليه؟ لان حته الاكل لما اتمضغت بقت طريه وبقت سوفت، فبالتالي مش تعمل دامج للميكوزا بتاعه الايه الجي اي تي. تالت حاجه بتساعد عمليه الهضم، لان ايه عمليه المضغه دي بتخلي السلايفا تختلط اكتر بالاكل، فالسلايفا دي جواها اصلا انزيمز زي ما قلنا تيالين والحاجات دي، فالانزيمز دي بتبدا تهضم شويه في الايه في الاكل، فبتساعد عمليه الايه الهضم. ماشي كده خلصنا تاني حاجه معانا، تاني خطوه في الرحله او تاني محطه في الرحله اللي هي عمليه الايه التشيوينج او الماستيكيشن. يبقى احنا قلنا السلايفيشن، بعد كده الماستيكيشن، نيجي بقى للخطوه الاخيره اللي هي السوالوينج او الديجلوتيشن او البلع. احنا دلوقتي عاوزين ايه الاكل ده يتبلع وينزل من اول الفم ويعدي على الفارنكس ويعدي على الاسوفجس لحد ما يوصل لمين؟ للاستومك. ماشي طيب يبقى احنا دلوقتي قسمنا عمليه السوالونج دي لثلاثه خطوات. اول حاجه البكال فيز اللي هي في الاورال كافيتي، تاني حاجه الفارنجيال فيز اللي هي في الفارنكس، تالت حاجه اللي هي الاسوفاجيال فيز اللي هي في الايه في الاسوفجس. ماشي يبقى الثلاث خطوات دول ايه ورا بعض. طيب مين فولانتري ومين انفولانتري؟ دي حاجه مهمه. البكال فيز انا ممكن اقعد دي الوحيده اللي فولانتري، ليه؟ لان انا حاطه الاكل في بقي، انا عماله امضغ فيه، ان انا ابلعه وانزله في زوري دوت دي حاجه اراديه، ممكن اقعد امضغ في الحاجه ثانيه امضغ بسرعه، وفي ممكن اقعد براحتي امضغ براحتي واخد وقت براحتي عادي، دي حاجه ايه فولانتري اراديه. طيب عشان بس دي البكال فيز دي الوحيده اللي هي ايه اراديه فيهم، انما الفرنجيال طالما الاكل وصل للفارنكس خلاص هو ايه سكه السلامه بقى، اللي هو ايه يعني ايه ماليش تحكم فيه تاني، هو كده كده عارف سكته بقى هينزل. ماشي يبقى كده الفرنجيال فيز دي انفولانتري لا اراديه، والاسوفجيال طبعا انفولانتري ده مش بحس بيها اصلا. ماشي طيب الفرنجيال فيز اللي هي موضوع السوالوينج ريفلكس، مش علينا احنا قلنا مش علينا الريفلكس يعني كتفاصيل، بس كلمه ريفلكس معناها برضو انفولانتري، يعني مجرد بس ايه ان الاكل هيوصل للفارنكس المسلز بتاعه الفارنكس هتبدا تنقبض وهتخلي الاكل دوت لا اراديا ينزل لحد الاسوفجس. وبعد كده الاسوفجس ده كمان بيقول لك مقسمينه لمرحلتين، بيقول لك الاسوفجس ده يعني حركته شبه الانتستين، هي حركه دوديه اسمها البريستاليسيس. ماشي بيقول لك البريستاليسيس في الاسوفجس دي نوعين، اول حاجه اللي هي البرايمري بريستاليسيس اللي هي اول حاجه بتحصل خالص، بيحصل كونتراكشنز وهنشوفها في صوره دلوقتي، كونتراكشن للايه دي كونتينيويشن للفارنجيال بريستاليسيس. ما هو الفارنكس برده مش انا لسه قايله لكم ان الفارنكس دوت فيه ماسلز اللي هي الفارنجيال ماسل خدتوها في الاناتومي دي بتكونتراكت فبتبدا تنزل الاكل في الاسوفجس. برده البرايمري بريستاليسيس دي هنكمل برده نفس الكونتراكشنز ديت، اما وصلت الاسوفجس بقى اسمها ايه برايمري بريستاليسيس، يعني الكونتراكشنز اللي في الفارنكس اما كملت في الاسوفجس بقى اسمها برايمري بريستاليسيس. طيب دي نزلت حته اكل، فمثلا في فاضل حته اكل لسه موجوده في الاسوفجس، فيحصل حاجه اسمها السكندري بريستاليسيس، دي بتبدا بقى من ايه من الاسوفجس، يعني منشاها من الاسوفجس. ماشي ده الفرق بين الايه البرايمري والسكندري بريستاليسيس. نيجي بقى نشوفهم في الصور لان الدكتوره مش كاتبه اي تفاصيل. ادي البكال فيز اهيت، ادي الاكل اهوت، وادي دخلناه في البق. فدلوقتي ده عندنا التانك، ده الاناتومي يعني ده التانج اهوت، ودوت الايبي جلوتس، وتحت دي التراكيه اللي هي قدام دي، واللي ورا دي الاسوفجس، وده الايبي جلوتس اللي هو المفروض يقفل التراكيه، المفروض يقفل التراكيه عشان الاكل ما يخشش الاير واي. فلقمه الاكل دي قدامها سكه من اربعه، ماشي لقمه الاكل دي البولس دي قدامها ايه، يا اما تطلع من الانف تطلع هنا، واللي قافل السكه دي اللي هو السوفت بلت، السوفت بلت اللي هو ايه سقف البق اللي هو السوفت اللي ورا ده بيتحرك بيطلع وينزل، فما يحصل له اليفيشن هيبدا يسد السكه دي عشان الاكل ما يبداش يطلع من الانف. ماشي مش واحد ساعات ياكل يلاقي اكل طلع من مناخيره، ده بيكون السوفت بلت ما بيكونش قافل كويس. فماشي دي اول سكه معانا. تاني حاجه ان الاكل يرجع تاني من البق، يبقى دي تاني سكه، يبقى كده احنا بعد كده ثالث سكه الاكل ينزل على التراكيه ودي مصيبه سوداء، وبعد كده رابع حاجه انه ينزل في الاسوفجس ودي الحمد لله السكه الايه الصح يعني. طيب يبقى كده الاكل يا اما ينزل يطلع فوق يطلع من الانف
يعدي سوفت بلد، يا اما يخرج من البق تاني، يا اما ينزل فيه اتراكيه، يا اما ينزل فيه اسوفجس. طيب دي الايه، اي مسار من دول. طيب المسار الصح فيهم اللي هو بتاع الاسوفجس اللي احنا عاوزينه يحصل اصلا، فبالتالي ربنا خالق ميكانيزمات تمنع الثلاثه دول ان هم يحصلوا، عشان يبقى ما قداموش غير السكه دي. ازاي؟ قال لك ان في البقه الفيس ديت، انا بشرح لكم بس للفهم، لكن هو اللي علينا هي الدكتوره حاطه صور بس، بس لازم نكون عارفين ايه اللي بيحصل. يعني البقه الفيس ادي الاكل هنا اهو، فبيقول لك ان كل واحد يجرب يبلع، حتى لو هيبلع ريقه بتحس ان لسانك طلع لفوق، اليفيشن اوف التانج. ليه بيحصل اليفيشن للتانج؟ عشان لما التانج يطلع كده يخبط في سقف البق، فبيمنع ان الاكل ده يرجع تاني ويمشي في السكه دي، صح؟ يعني لما اجي ابلع ريقي كده بلاقي لساني خبط في سقف بقي، ليه؟ عشان البازوقه كاني بزق البولس دي اللي تحت وممنعها ان هي تطلع تاني تتفن من بقي تاني. طيب تاني حاجه انه بيحصل بقى، دي مش بنحس بيها، بيحصل اليفيشن للسوفت بلد عشان يقفل السكه دي والاكل ما يطلعش من الانف. يبقى دول خطوتين بيحصلوا في البكال فيز. البكال فيز دي اللي هي الايه؟ الاراديه. الفم، اللسان بيبدا يطلع لفوق يحصل له اليفيشن، والسوفت بلد يحصل له اليفيشن. كده قفلنا السكتين دول، ماشي. نيجي بقى للفارنجيال فيز. عاوزين دلوقتي الاكل ده الحمد لله عدى الاورال كافيتي ونزل في الفارنكس. طيب الفارنكس قدامه التراكيه، قدامه يا الاسوفجس. طيب التراكيه ديت تحتها هنا كده، فوقها كده اللارنكس. اللارنكس اللي هو الحنجره، والحنجره دي بقى ربنا عاملها ان هي لما الاكل يجي يتبلع، اللارنكس اللي هي الصندوق ده هيبدا يطلع عشان يلامس الايبيجلوتس. يعني محدش يفكر ان الايبيجلوتس هو اللي بينزل لسان المزمار، لا، ده هو اللارنكس بتترفع شويه فبتركب عليه زي الصوره اللي جايه دي اهيت. ديت ادي ده الايبيجلوتس اهوت، ده الايبيجلوتس، ودوت يا اما تراكية يا اما الاسوفيجس. دي مسار من الاثنين. احنا طبعا السكه دي عاوزينها ايه؟ تتقفل، مش عاوزينه الاكل يمشي فيها لانه هيشرق. فمهم ايه اللي بيحصل؟ ادي اللارنكس اهيت، دي اول حته، دي اللارنكس تبدا تترفع. شايفين الفرق بين الصورتين؟ يعني الفرق بين الصوره دي ودي، ان هنا الحته دي مفتوحه لسه، هنا اللارنكس طلع لحد ما لمس الايه؟ الايبيجلوتس، وقفل الاير واي، فالاكل قام نازل اللي هو الاخضر ده، قام نازل في الايه؟ في الاسوفجس، ماشي. يبقى ده اللي بيحصل في الفارنجيال فيز. يبقى اول حاجه ان اللارنكس بيبدا يطلع، يبقى الصوره دي فيها الفارنجيال فيز، اللارنكس بيبدا يطلع ويقفل الايبيجلوتس عشان الاكل ما يمشيش في التراكيه، وكمان الماسلز بقى بتاعه الفارنكس بتبدا يحصل لها ايه؟ كونتراكشن، اللي هم كونستريكتورز بتوع الاسوفجس بينقبض عشان يزقوا البولس دي تنزل ايه؟ تحت. بعد كده رحنا الاسوفجس، الحمد لله الاكل نزل للاسوفجس. قلنا في برايمري بريستاليسيس وايه؟ وسكندري بريستاليسيس. البرايمري دي كونتينيويشن للاسوفجيال بريستاليسيس، للفارنجيال بريستاليسيس، يعني الكونتراكشنز اللي هي بتاعه الكونستريكتور بتاعه الفارنكس بتكمل في الاسوفجس ويبقى اسمها برايمري بريستاليسيس. طيب لو فضل في اكل لسه ما نزلش، نعمل بقى سكندري بريستاليسيس، ودي بدءا من ايه؟ من الاسوفجس. البريستاليسيس بيبقى بيحصل ادي البولس اهيت، بيحصل كونتراكشن فوقها وريلاكسيشن بعدها، هنا كونتراكشن وهنا ريلاكسيشن، فتتزق كاني بعصر حاجه كده، حركه ايه؟ دوديه، او كاني بعصر الاكل ده عشان ينزل. وصل الاستومك، هنا في اللور اسوفجيال سفنكتر ده هيفتح، وهنا كمان كان في فوق الابر اسوفجيال سفنكتر دوت فتح لما الاكل عدى من الفاركس، عشان برضو ايه لو حد شاف ابر اسوفجيال سفنكتر. ماشي كده الحمد لله وصلنا لنهايه المحاضره. اتكلمنا على السلايفيشن والمضغ اللي هي التشيوينج، واتكلمنا على السوالونج. نيجي بقى للايه؟ اسئله. طيب انا هسالكم السؤال وهو من اللي احنا شرحناه بالظبط. بيقول لك انتوا فكروا في دماغكم وانا هقول لكم الاجابات في الاخر، الاجابه في الاخر. under resting condition يعني في حاله الراحه، which is true يعني ايه اللي صح؟ saliva rich in mouth acidic ولا saliva isotonic ولا saliva فيها less sodium than البلازما ولا الكلورايد content of saliva is 10 times more than البلازما؟ انهي صح فيهم؟ الإجابة الصح هي السلايفا فيها صوديوم أقل من البلازما. ليه؟ لأن السلايفا لأنه قلنا الألدوستيرون بيبدأ بيحب الصوديوم فبيعمله صوديوم ري أبزوربشن، فبالتالي بلاقي الصوديوم في البلازما عالي والصوديوم في السلايفا قليل، اللي هي 7 أضعاف الصوديوم في البلازما 7 أضعاف الإيه؟ السلايفا. فدي الإجابة الصح هي سي. طيب تاني سؤال، all of these are true regarding the submandibular salivary gland except، نركز في except وبنتكلم عن submandibular. اول حاجه بتطلع 70% من السليفري سكريشن، دي صح. بتجيلها سمباثيك سبلاي من الانتيرور هورن سيل بتاعه T1 وT2 ولا بتجيلها برانش من الفيشيال از بار سمباثيك
ولا بتطلع سيروس وميوسنس سلايفا؟ انهي في دول غلط؟ ما هم بقول لك كله صح ما عدا مين، ما عدا بي. ليه؟ لان الكلمه الغلط الوحيده الحرف هو حرف اللي غلط الجمله. لاترال هورن سيل، مش الانتيرو، قلنا الانتيرو هورن دي موتور اصلا. لاترال هورن هي اللي بيجي لها الايه الاوتونومي، قلنا تي واحد صح وتي اتنين صح والسمباثيك صح، وبيجي لها طبعا برانش من الفيشيال اللي هو الكوردا تيمباناي اللي انا لسه قايلكوا عليه فاكرينه اللي هو الكوردا تيمباناي، وبيروح يريلي في السبمانديبولار جانجليون ده ورا سمباثيك، وبتطلع سيروس وميوسينس وبتطلع 70% من السكريشن هي اكبر واحده. يبقى هي دي ايه حرف واحد هو اللي خلاني ايه اختار دي. ماشي طيب ده السؤال اللي في داتا الدكتوره. ذا سنتر اوف تشيوينج ريفلكس اللي هو بتاع الماستيكيشن ريفلكس موجود فين؟ موجود في البونز. احنا قلنا البونز ده اللي بيروح للمصل اللي هي الماسيتر، واللي خلي الماسيتر دي تنقبض واللور جو يسقط والكلام ده، ويبدا يعمل عمليه الايه المضغ. ده موجود في ايه؟ في البونز. ماشي الاي جماعه اهيت، يا رب تكونوا استفدتوا. انا هعمل فيديو تاني اراجع فيه على المحاضره، بس ان شاء الله اكون فدتكم. لو حد مش فاهم اي نقطه وعنده اي استفسار يبعت لي او يبعت الاكونت نجاح يعني. ماشي شكرا.